اليوم كنتواجدوا على شاطئ المركز ديال المحمديه لهذه التظاهره اللي كتشوفوا الان، اللي هي عملناها كابواب مفتوحه للعامه من اجل التحسيس والتعميم ديال هذه الرياضات ديال الكانو والكاياك والغافتينغ وحتى لافيون. هذه التظاهره قامت كتقوم على تحت اللواء ديال الجامعتين ديال التجديف ديال الكانو والكاياك غافتين ولافيون. كيف ما قلت هذه التظاهره هي كتحسيس كنقوموا بها وتعميم للعامه باش يمارسوا باش يبداو يمارسوا هذا الفن الرياضي. اما بالنسبه لنادي يخت المغرب ف عملنا هذه التظاهره هي كخلق لهذا لا سيكسيون ديال لافيرون دو مير. لافيرون دو مير هو مخصص للبحر، كنعرفوا لافيرون ديال الواد ولا كاع دوك لي سيرفاس اكواتيك انترن دي كيسون. اما هذا اللي كنشوفوه هنايا على اليسار ديالي هذا لافيرون ديال البحر، خاص للبحر. ايضا خصصنا واحد البرنامج للاطفال ذوي الاحتياجات الخاصه اللي كنديروا لهم الشراع، وتا هما كيقوموا باول تجربه في الحياه ديالهم لهذه رياضه التجديف. حنا جينا هنايا للكلوب ديال المحمديه اليوت كلوب ديال دي ماروك كما تيقولوا له، باش نفتحوا هاد السبور ديال الكانوي كاياك هنا في المحمديه، وحتى الرافتينغ ان شاء الله في لو بلات بيان سور. دونك حنايا جينا لهاد الكلوب ديال المحمديه، هاد الكلوب العريق جينا له باش نعطوه يد المساعده، وباش ان شاء الله قريب غادي يتافيليا معنا في الفيدراسيون بجوج. حنا هنا في واحد لافيرون اللي هو نوع خاص من لافيرون، كما كتشوفوا لافيرون اللي هي كتلعب في الانهار وفي اللاك يعني ستابل، ماشي هي هاد لافيرون. هاد لافيرون هذا التجديف البحري يعني. وانا اليوم جيت باش ناخذ واحد الفكره، اولا باش يمكننا نعطي واحد الفكره يعني مقربه على الوليدات اللي هما هنا على هذا لافيرون، ولكن حنا الهدف ديالنا هو ان نشوفوا هذا لو سيت هذا وهذا المواج هذا باش يمكننا نبداو نمارسوا هذه الرياضه اللي هي رياضه جديده تسمى التجديف البحري السريع، اللي كي في 50 متر ديال الجري وفي واحد 500 متر ديال الرام، ومن بعد كيرجع وكيرجع بالجري. اذا هذه الرياضه هذه في 2028 ولا عفوا 26 غتولي رياضه اولمبيه. اذا المغرب الان كيحاول يكتشف لي سيت واللي هما غادي تمر فيهم هذه اللعبه في 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 الاطار ديالها البدائي، وهو انه ما كنشوفوش المواج بزاف هنايا، وهذا دليل على ان هذه الرياضه هذه غادي يمكن لها تولف. ولا شفنا الجهه الاخرى ديال الشاطئ كنلقاو فيها المواج، دونك هنا تقدر تكون اونترينمون استئناس، وهي تقدر تكون كومبيتيسيون في المستوى العالي. اذا اليوم حنا كنكتشفوا في مدينه المحمديه هذا لو سيت اللي هو سيت ديال الكومبيتيسيون بامتياز، اللي كتوفر على مؤهلات مزيانه، وحنا ان شاء الله الرحمن الرحيم ما غاديش نوقفوا هنا، لان هذا النادي هذا غادي نحاولوا يقتني واحد المراكب ديال التجديف البحري، وغادي يبداو في تدريب في هذه الرياضه هذه من ناحيه، ومن ناحيه اخرى غادي يجي وليدات من مناطق اخرى باش يبداو يترينيو ويداروا دي كومبيتيسيون اللي هي دي كومبيتيسيون اميكال. اذا حنا عرفنا الوليدات اليوم بهذه الرياضه هذه، خاصوها شافوها عرفوها شنو هي، ولكن من بعد بشويه بشويه باش نبداو نكتشفوا واحد الابطال ونكتشفوا واحد الكفاءات واحد الطاقات اللي صراحه انت ما كتشوف مدينه المحمديه كباقي المدن كيزخروا بالشباب وكيزخروا بالطاقات الواعده.